السلام عليكم خوتي، اليوم راح نكمل سلسلة التعليم برنامج أدوبي فوتوشوب. نفتح البرنامج نشوفه نوصل. بغل المرة الأولى حكينا الجنراليتي ولا تايب تاع لي بروجي، وحكينا على ترانسفورميشنز والإيديت، ومن بعد حكينا شوية على ليماج، بعد حكينا على اللايرز كل شيء يتعلق بهم، بعد حكينا في الفيديو اللي قبل هذا على تايبينج اللي هي الكتابة، حكينا على كل حاجة متعلقة بها. بون دركا راح نحاول نكملو وين SPS كنا نخدمو في هذا. سو بون دركا راح نحكيو على السيلكشن. السيلكشن هي انك سيلكسوني مساعة معينة من البروجي تاعك والخدمة كامل راح تكون في المساعة هذيك. علاش تحتاج السيلكشن؟ اذا كنت حاب تدير مثلا ايفي خاص بين منطقة معينة اللي في اللي راح تديرو، بعد ما تدير سيلكسون راح يكون غير في المنطقة هذيك. اذا كنت حاب ترسم في منطقة معينة بلا شي ما تقيس المناطق الاخرين كيف كيف، اذا كنت حاب تمسح بلاصة بلا شي ما تقيس المناطق الاخرين كيف كيف. يعني سيلكشن تحتاجها الى حد بعيد في الفوتوشوب. دوكا راح نشرحوا لي زوتيل تاع فوتوشوب تاع السيلكشن اللي عندنا، باسكو هما بزاف. بون اولا عندنا هنايا حاطين خانه سبيسيال على جنب. بون السيلكشن هذه اذا درت سيلكت راح تسيلكسيوني لك واش كاين كامل. راح تلقى هنايا خط متقطع واللي هو يتحرك. الخط هذا اللي متقطع ويتحرك هو اللي يعبر لك على المساحة اللي راح تسيلكسيوني. بون دي سيلكت راح تنحي لك اي سيلكسيون درتها، ري سيلكت راح ترد لك اخر حاجة سيلكسيونيتها. مثلا انت يا غلطت ومسحت وسيلكسيونيت ودرت خدمة كبيرة وتعبت وغلطت ناحيتها قدر دير ري سيلكت. انفيرس وش يدير؟ بون انفيرس دوك نحكيو عليها شوية. بون هنايا الير راح يسيلكسيوني لك اللايرز كامل. ديسيلكت لايرز، اللايرز اللي راك ماكش مسيليكسيونيهم، فايند لايرز هو يخليك تخير. بون كالر رينج سيليكسيوني على حساب الكالر رينج، مثلا حنايا نخيرو هذه راح يسيليكسيوني لنا البلاصه اللي فيها اللون هذا، وهذه ثاني تحتاجوها في الخلفيه الخضراء. اذا كنتو توما تصوروا بخلفيه خضراء وتحبوا ديروا خلفيات، سيليكسيوني اللون الاخضر تاعك وراح يسيليكسيوني لك هذا اللون، بعد تمسحوه بسهولة كما هكا نقدر نمسحوه بسهولة بلاشي ما نقيسو الكتيبة. بون في سيلكشن دوكا نحكيو على سيلكشن، اذا كان عندك زوز خطوط في نفس البروجي، السيلكشن الجهة اللي راك مسيلكسوني لها ولا راح تكون الخدمة راح تكون بين الخط وخط، ما راحش تكون فيهم في زوز. مثلا انا اذا مسحت راح تشوفوا بلي راني راح نمسح في اللون الازرق، بصح مانيش نمسح هنا في الكتيبه. السما سيلكشن تاعي راهي محطوطه بين هذا السيلكشن وهذه ماشي داخل هذه. بون نرجعوا نردوا واش مسحنا. دوكا دي سيلكت واش كاين ثاني في السيلكشن؟ كاين ثاني مثلا اذا كنت تحب تسيليكسيوني واش كاين في اللاير كامل، راح تروح هنا يا سيلكت دير فايند. لا هذا مش سيليكسيوني. دوك اذا كنت حاب راح تقام كليك على كنترول وتضم هنا على الفوتو تاع اللاير تاعك كيما هكا، راح تلقاه مسيليكسيوني كامل. نحطو مثلا هذا ونسيليكسيوني و تلقاه باللي هو اللي راه مسيليكسيوني. قلنا تبقى ضام على كنترول وتكليكي هنا في الكاري تاع اللايرز تاعك، سيليكسيوني هولك ديريكسيون مون راح سيليكسيوني لك واش كاين في اللاير كامل. بوم نحيو دوكا نروحو في سيلكت دي سيلكت. بوم واش كاين ثاني؟ دوكا حنايا السيلكشن كاين بزاف دي زوتي، مش تعرف انه كل اوتي وكيف تخدم لازمك فوتو وين الدقة تاعها تكون عالية. وين هذا الفوتو ديو على سبيل المثال نمصورة بدي صالة راح نديرو بها الخدمة تاعنا باش تفهموا الفرق بين الادوات والدقة تاع كل اداة. بون حنايا اول حاجة راح نروحو هنا
اول عندنا اول اداه هي اداه واللي تسيليكسيونيها بها شكل معين. عندك مثلا ركتانجل مربع، هتسيليكسيوني لك مربع. عندك مثلا هنا كليك ضربات دائري، هتسيليكسيوني لك دائري. وهنا يعني مش عندنا بزاف حوايج. هنا عندنا هذه اللي راح تسيليكسيوني لك غير الجهه اللي راك مسيليكسيونيها كيما هكا. اذا مثلا كنت مسيليكسيوني هذه تحب تروح تسيليكسيوني هذه، تلقى باللي سيليكسيون الاولى راحت. بون هذه هو الاتحاد تاع لي سيليكسيون تاعك. اذا سيليكسيونيت الاولى وزدت عليها الثانيه تلقاها باللي سيليكسيونات في الاتحاد تاعهم في زوج. كاينه هذه واش معناها؟ انها تنحي لك من السيليكسيون اللي عندك، راح تنحي لك سيليكسيون واحده اخرى خيرتها. مثلا دوك انايا درت دائره هنا، نلقاو باللي الدائره هذيك تنحات من السيليكسيون اللي عندك. هنايا هو التقاطع تاع السيليكسيون الاولى اللي عندك والسيليكسيون اللي راح تزيد. نديرو هذا مع هذا، يبقى لنا الطرف هذا واللي هو التقاطع. بون هادو هما دوك. مثلا اذا كنت هنايا ماكش حاب تبدل هنايا وتحب تزيد، ضم على شيفت تلقى باللي جات علامه زايد هنايا، كي دير تلقاها باللي زادت. اذا تحب تنقص تروح الالت، تبقى مضم على الت اللي هي alternative للكلافي، تلقاها نقصت. بون انتي ايلس هي باش تخلي انه الجواب تخليهم شويه حادين وشويه دقيقين، لانه سيليكسيون اذا كنت انت ما درتهاش بالانتي ايليسن راح تلقى باللي تخلي لك الجهه الفيت اللي تلقاه بي دير بالبيكسلز. بون هنايا نورمال ستايل، نورمال كاين فيكسد راتيو، كاين فيكسد سايز. فيكسد سايز والفيكسد راتيو هنايا واش دير؟ هنايا راح دير لك، راح دير تحط حجم معين تاع السيليكشن تاعك، واللي كل ما تضم سيليكشن تلقاه بالاحجام اللي راك حطيتهم هنا. فيكسد راتيو راح تمد لك، راح دير لك كيما نقولوا علاقه بين الطول والعرض، واللي راح يخلي لك العلاقه هذه ثابته، مي الحجم تتحكم فيه كيما تحب. بون دوكا نروحو نحيو دي سيليكت. حكينا على اول حاجه واللي فيها ريكتانجل وفيها اليبتيكول، وكاين فيها سينجل رو اللي هو سطر صغير فيه بيكسل افقي ولا عمودي. هنا راح تلقاو باللي فيه بيكسل واحد، هذا عباره عن بيكسل كاري، هذا عباره عن بيكسل. وراح يخير لكم سطر تاع لي بيكسل من الفوتو تاعي. راح نحيو هذه وها سيليكت نديرو دي سيليكت. بون واش عندنا ثاني؟ عندنا هذه الاداه. الاداه هذه واش فيها؟ فيها لاسوتول. لاسوتول هي عباره عن ترسم لك بخيط. مثلا انت عندك خيط تاع سناره وراك تحدد به راك تحدد به المساحه تاعك. بون راح ترسم كيما هكا، مثلا تلقاها باللي حددت لك الجهه هذه مش دقيقه، ولانك لازم تجيبها بالدقائق بدقه متناهيه باش هي تخير لك مساحه بدقه متناهيه، لانها راح تتبع بدقه متناهيه الخط اللي راك مصوره. دونك عندنا بوليغون لاسو تول، هنايا راح دير خطوط هذه شويه دقيقه، لانك راح تخير النهايه البنايه. لكن اذا كان الشكل اللي راح سيليكسيوني تاع منحني راح ترده، هو راح ترده عباره عن اضلاع. هذه تخدم بها غير اذا كانت عندك خدمه بالزربه. دونك عندنا ماغنيتيك لاسو تول، هنايا راح نفسها هذه، ولكن راح تتبع شويه الحدود كيما هكا، راح تتبع لك شويه الوجه اللي هي اكثر دقه. ولكن هذه راهي تخدم غير على لي فوتو اللي الدقه تاعهم كبيره. قلنا باللي الفوتو هذه الدقه تاعها كبيره، عليها رانا نشوفوا باللي راهي تتبع فيها بدقه ايضا كبيره. لو كان خيرنا فوتو للدقه تاعها صغيره راح ديرها هنا بدقه صغيره. ليسونسيال كيما تلحق وين تغلق الدائره راح تسيليكسيوني لك اللي راهو داخل. دونك حنايا نفترضوا ان سيليكسيونينا هذه الجهه، وبعد لقينا باللي نسينا لوزن ما سيليكسيونيهاش وما سيليكسيونيهاش، وحبينا نسيليكسيونيوها بدقه تكون كبيره شويه، واش راح نديروا؟ راح نخليوها هكا مع التول، نروحوا لهنا لوتيار. في لوتيار كاين كليكي وراح ترد لنا سيليكشن عباره عن رسم. كيفاش رسم؟
دركا الجهه اللي بالاحمر راهي مش مسيليكسيوني، الجهه اللي بالالوان راهي مسيليكسيوني. تقول لي دركا كيفاه انا نقدر نبدل؟ تروح دركا للبراش تول. في البراش تول واش دير؟ دير زوج الوان هنا، الاول تخليه كحل والثاني ديرو بيض. واش الخدمه تاع هذه؟ الخدمه تاعها انه اللي بلا كحل اللي بلا بيض راح يزيد لك في السيليكشن. اي حاجه راح ترسم بها من الجهه الحمراء بهذا بالابيض راح تلقاها زادت بهذا في السيليكشن كيما هكا. نزيدو مثلا هذه، نزيدو معها شويه من اللون هذه، نحبسو هنا. دوكا كي نعاودو نرجعو نضمو هنا نلقاوها باللي زادت هذه المساحه كامل، زادت في السيليكشن تاعنا اللون هذه واللون الاخر. دوكا تقول لي واش هي خدمه الكحل؟ كيما نعاودو نرجعو واش نلقاو؟ نعاودو نردو اللون الكحل من هنا، نقلبو اللون. كي نديرو راح تخدم العكس. دركا الحاجه اللي نرسموها راح تنقصها من السيليكشن. مثلا انا راح ننقص نخلي غير جهه الفم. كي نعاودو نرجعو هنا راح نلقاو غير جهه الفم. هذه هي كيفاه دير دق، ديرها بدقه. والا مثلا نقولو انك تحب تسيليكسوني الحواف تاعها قد واش دير؟ نفس الخدمه، تروح هنايا تقلب. قلنا الابيض راح يزيد لك في السيليكشن، الابيض راح يزيد لك في السيليكشن، والكحل راح ينقص لك من السيليكشن. تروح هكا تروح عند الحدود تاعك وتردهم قد وين هنايا تنقص الحجم. كل ما تنقص الحجم كل ما تزيد الدقه تاعك كيما هكا. الحدود هذو كامل اللي يسيهم يسيو هذه الحدود كامل كيما هكا. تركع كي نعود نحيو نلقاها بلي نسيليكسيوني شوية متبع الحدود قد بون. هنا قلنا باش كل ما تخدم خدمة كيما كل ما راح تزيد الدقة تاعك. دركا نكملو. دركا واش عندنا ثاني في التولز؟ راح نحيو دي سيلكت، هذا كامل في السيلكشن. كاينة على ماغنيتيك لاسو، دوكا عندنا هذه. هذه فيها كويك سيلكشن وفيها ماجيك وونز تول. نروحو للكويك سيلكشن. كويك سيلكشن عبارة على أنها دائرة. الدائرة هذه تمثلها الحجم تاعها اللي تبغي وتروح تسيليكسيوني. هي هنايا راح تتبع شوية الخطوط تاعك على حساب الدقة تاعها، لكن أنا ما انصحش بالخدمة بها اللي هي كيما هكا. دوكا كيما قلنا إذا أنت سيليكسيوني الجهة هذه انت سيليكسيوني الجهة هذه وتحب تزيد سيليكسيوني مع الجهة هذه تكليكي على الشيفت وتهبط. اذا تحب تنقص تكليكي على الالت وتنقص. هذه الخدمة. دركا واش عندنا دركا؟ نحيو هذا السيليكشن. لكن يا سهلة فيها النورمال اللي كي تسيليكسيوني بلاصة راح تسيليكسيوني تخدم بالزايد. المرة الاولى راح تسيليكسيوني لك، المرة الأولى راح تسيليكسيوني لك، المرة الثانية راح تزيد. كي تحب تنقص تروح هنايا ولا تضم على Alt وتنقص. هذه هي الأداة تاع سيليكشن كويك سيليكشن، سهلة جدا. بون واش عندنا دركا في الماجيك وونت تول؟ هنايا هذه هي كيما نقولو أفضلهم، واللي هي بصح تخدم غير على لي فوتو عالية الدقة. مثلا أنا نحب نسيليكسيوني العين هذه راح تسيليكسيوني ديريكت في العين هذه. إذا نحب نزيد نسيليكسيوني بلاصة مع هذه راح نضل لازم نكليكي على الشيفت ونزيد. اذا نحب ننقص راح ننقص بالالت كالعادة. بون تول هذه هذه تخدم على الكالر جريد. اذا تبدل كالر جريد مثلا هنا كاين شوية فاتح هنا يرجع غامق راح تسيليكسيوني هي الغامق. عاد تايا كليكيت على الغامق. بون هي شوية مليحة ولكن كما قلنا تحتاج فوتو عالية الدقة، واذا كان فيها الالوان ثاني متقاربين بزاف مش راح تخدم مليح. وهنايا قلنا بلي هذو كيما اللي قلناه من قبل، هنايا راح دير لك سيليكشن عادي، هنايا راح دير لك الاتحاد، هنا راح دير تنقص لك، هنا راح دير لك التقاطع كالعادة. واش عندنا ثاني؟ هنايا حكينا على هذو. دركا واش نحكيو؟ دركا نحكيو على افضل طريقة واللي ننصحكم كامل تستعملوها. دركا البانتول. البانتول هذه عبارة عن عن قلم واللي ترسم به انت واش تحب. بانتول هذه اذا ما كنتش تعرفها ما كنتش تعرف فوتوشوب، والشرح تاعها سهل ولكن يحتاج انك تبراتيكي.
بوم هي عبارة عن أعداد واللي راح ندير لك نقاط. النقاط هذو مثلا من هنا لهنا، تخير قلنا سيليكسيوني تجلسي راح ندير لك انحياءات على حساب كيف حركت الكورسر تاعك. بوم، ولكن المشكل وين؟ انه بين كل تغير تاع المنحنى تاعك، المنحنى اللي راك ترسم فيه لازم تدير نقطة. ومثلا هنايا مثلا اذا درت انحناء راح تلقى باللي زايد عندنا خط هنايا من الجهه التحتانيه وخط من الجهه الفوقانيه. وش الفائده تاع الخط هذه؟ الفائده تاع الخط اولا لازم تكون هنايا سيليكسيوني باث. اذا خيرنا كيما هكا ودرنا انحناء راح نلقاو باللي زاد لنا خط منه خط من الخط هذا تاع واش اذا سقسيتوني راح يدير لك انه يخلي لك كاين تناسب بين الانحناء هذا والانحناء اللي راح ديرو من بعد. اذا شفت اذا درنا هنايا انحناء راح نلقاو حتى هو منحني، ولكن دي فوا ما تحتاجهاش هذه. مثلا هنا قبل ندور هنايا من بعد نعاودو ندورو، اذا درناها هنا راح نلقاها باللي الدور لتحت. اذا واش راح نديرو؟ راح نبقاو راح نضمو على الت، نلضو على الت، نروحو للنقطة هذه وكي تنحينا الجهة هذه تسمى راهي مخلية المنحة غير من الجهة هذه، ونكملو دركا نلقاو بلي منحة عادي جدا. هذه هي البنتول. بعد ما نسيليكسيوني وكلش راح ديرنا تراس، راح ديرنا تراس. دوكا البنتول هذه راح نعاولو نديرو عليها درس بالتفصيل، ولكن البنتول هذه تحتاج منكم البراتيك، باسكو كل ما تستعملها كل ما تعرف الالغاز تاعها كيفاش تستعمل وكتا تحط النقطة وكتا دير منحنى. وهذه البانتول هي اللي يرسموا بها اي عامل اللي هو ديجيتال ارت، راح يدرب يا اما بهذا التول يا اما بالبراش تول. هنايا راح نكملو سيليكسيوني وتريكو وراح نشوفوا الدقة اللي راح تسيليكسيوني. هنايا راح يظهر لنا الفائده تاع المنحنى. اذا حنايا لحقنا على النهايه نحبوا نرجعوا ندوروك، اذا درنا هكا راح نلقاوه رايح من الجهه. كيف راح نديرو؟ راح نرجعوا كما قلت لكم نضموا في البوان، نبقاو لاثين على الت ونضموا في البوان، راح يقص لنا الجهه هذه. دركا كي ندوروا راح نلقاوه باللي رجع في المنحى اللي نحتاجوه احنا. دركا هنايا راح تبان لنا وقتها ما نحتاجوش نديرو الت. اذا كان المنحنى تاعك اذا كان التدوير تاعك راح في نفس المنحنى ما كان لازم الت، راح يريق لك بالعكس يجي اكثر جمال. و راح نكملوا في ساعه سيليكسيوني هذه. بون اذا غلطت وزدت بوا اللي راح ماكش راح تحتاجها واللي راح تفزد لك الباث تاعك ولا الطريق تاعك، كيفاش راح تدير؟ تروح هناك كليك تروات تلقى هذه راح تنقص لك البوان، راح تنحي لك البوان ترجع للاخرى. والا تكليكي كنترول ال زاد راح تردك خطوه لورا وراح تكمل من ثم. بون هنايا راح نكملو. كما قلنا الاعداد هذه تحتاج منكم انكم تتدربوا عليها. بون حنا كملنا سيليكسيونينا تريكو، دوكا رانا رسمنا خط اللي هو باللون يظهر باللون الرمادي على التريكو. هذا عباره عن باث ولا تراس بالفرنسي. تراس هذه ما راحش تبان في العمل النهائي، وانما الباث هذه تقدر تدير فيها بزاف حوايج. كيما واش كليكيو دروات، وحنا نبقاو لاضين على البانتول نكليكيو دروات، واش نلقاو؟ نلقاو ديفاين كاستم شيب. ديفاين كاستم شيب راح نحكيو عليها الاخرى، كعاد راح نبدلو الباث. دركا نروحو ميك سيليكشن. ميك سيليكشن اللي رانا نحكيو عليها انا راح تردها لك سيليكشن، دير زيرو بيكسل هنا اونتي ايلوس دنيو سيليكشن، واللي راح تلقاها كيما هكا. دركا راهي مسيليكسيوني لنا السيليكشن هذا. دركا اذا نحب نرسم انايا اي حاجه راح نرسمها، مثلا نرسم اي حاجه نلقاها راح ترسم في هذا المسافه فقط. مثلا نحب نلونه كامل نقدر نلونه كامل.
مثلا تشوفوا في يعني راح نلون في الجهة هذه ولكن العمل راح باقي لنا غير في الجهة هذه. هذه هي الفائدة تاع السيلكشن. بون دوكا نحيو هذا اللي رسمناه كما هكا. واش قادر ثاني ندير؟ قادر نديرو اللي هو ادجستمنت لاير اللي حكينا عليه من قبل. اذا نحبوا مثلا انا ما جبليش كولور تاع التريكو هذا ونحب نبدلو، راح نروح هنايا ولا هنايا، راح نروح مثلا للكالر ولا كالر بالانس اكسبوجر فايبرنس كالر لوك اب هيو ساتوريشن. في الهيو ساتوريشن هنايا قادر نبدل اللون اللي نحتاج تاع التريكو، وراح وين راح يتلون عندنا غير التريكو، سما الحوايج الاخرين ما راحش يتلونوا. قادر ثاني نزيد له نردو مثلا نواري بلون، قادر ردو نزيد له في الهيو، قادر نكحلو، قادر نبيضو كيما نحب انا. سما اي جسمت هنايا راح ديرها راح تطرا يا صبار، اي حاجه راح نديروها درك من الادجستمنت هذه راح تجينا في السيلكشن كيما هك. بون اي تغيير راح نديروه راح يبقى في السيلكشن نتاعنا. درك نحيو هذه ونرجعوا للسيلكشن. بون هذه البانتول، واش قادر ثاني نديرو بالبانتول اللي هو بالطراس هذه؟ قادر نديروها في الباث ونترجع لنا هنايا نلونوها باي كولار اللي نحتاجو احنا. والا نديروها باترن ولا بلاك ولا غراي ولا اي حاجه، نديرو اوكي نلقاها باللي تلونت كيما هك. هنايا اي حاجه تحب ديرها بهذا العمل راح ديرها في نيو لاير، ديرها في طبقه جديده. ثم بعد اذا تحب تزيد ولا تنقص ما راحش تفز الخلفيه تاعك. بون مثلا واش حاب ندير بالشكل هذا، راح نقدر نقص له في الاوباسيتي هنا وندير له واحد من لي مود اللي هما هادو مثلا دارك ولا ملتي بلاي ولا، وراح تمد له هي ايفي هذه الجهه هذه. دوكا واش قادر ثاني نديرو بالبنتول؟ قادر نديرو ستروك. ستروك هذا واش راح ديلك؟ راح ديلك اطار على هذا، راح التراس هذا راح ترده لك اطار. كيفاش ترده لك اطار؟ ديرو ستروك سباث، راح تقل تقول لك خير هنايا واش راح دير هنايا، اما بنسل براش اريزر اي حاجه تحب ديرها من هنا هي راح ديرها لك مع الاطار هذا. وهذا كامل الادوات راح نحكيو عليهم هنايا بالوحده. درك مثلا انا نخير براش هنا وندير اوكي، راح تخدم لي بنفس الاعدادات اللي راني مخليهم هنا. مثلا ندير 400، نروح هنايا وندير ستروك باث وندير اوكي، نلقاوها باللي راهي مطورتها انا بنفس الاعدادات اللي مخليها هنايا في الباث اللي ملهيه. مثلا اذا بدلنا هنايا الاعدادات مثلا ندير واحدة من هذو، نزيدو له شوية في الحجم ونديرو بالبن تول ستروك باث، راح نلقاوها دايرة بهذا النوع تاع البراش اللي مخليهنا حنايا اللي هي. قادر ثاني نديرو هنايا راح نديرو فري ترانسفورم باث. فري ترانسفورم باث هنايا راح تبدل سيلكشن تاك اللي كنت مداير كنت مدايرها اذا كنت حاب تكبرها ولا تحب كنت تصغرها كيما كنت حاب ديرها. بون واش كاين ثاني؟ هنايا كونفرت باث تو كونستراكشن، هنايا واش راح تردولك؟ تردولك 3D، وهنايا ما نخدموش بال 3D. واش عندنا درك ثاني؟ عندنا هنايا كونفرت بوينت تول، هذيك اللي قلنا تبقى لاز على الالت وديرها. انا ديليت هنايا مثلا كنت تخدم ولقيت بلي وحده غلطاتك ولا ما تحتاجهاش تحيها، تم هنايا وتنحي البوان، راح يتنحى البوان ويبقى يخلي لك هو التناسق بين البول الزوج اللي بيناتهم.
اذا كنت حاب تزيد بوا مثلا خدمت 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 ولقيت باللي بلاصه لازمها تزيد لها بوا، راح تروح مثلا دير هذا ليتي اللي راح تزيد اللي فيها الزايد وراح تزيد فيها البوا وراح تتحكم به البوا هذا كيما تحب. بون مثلا انا فريد فري بانتول، فري بانتول راح تدير لك خيط على حساب البلاصه اللي راك راسمها، الطراس هذه جايه كيما الجهه اللي راسمها، اذا تحب ترسم قلب دير لك قلب. بون هذا البانتول راح تحتاجوها بزاف في خدمتكم، راح تحتاجوها بزاف. سما واش راح ديروا؟ انا شرحت لكم شرح بسيط درك. اذا تحب التايه هنايا واش قادر تدير؟ قادر تدير هنايا نديرو كوبي اللاير هذا. واش قادر تدير؟ قادر دير له ماسك، حنا حكينا على لي ماسك، راح نديروه ميك ماسك. راح تلقى باللي هنا مداير لك ماسك درك. الحاجه اللي قلنا اللي الماسك هذا واش راح تدير به؟ راح اي حاجه من بعد راح تديرها هذه هي. بون حنا شرحنا السلكشن نورمال شرحا مفصلا درك. بقات لك انت والخدمه تاعك. اذا كنت حاب تسيليكسيوني حاجه خفيفه سيليكسيونيها بالادوات هذو. سالين اذا كنت تحب دير دقه عاليه ننصحك تستخدم البانتول. البانتول حاول دير كيما نقولوا هنا، حاول تبراتيكي بها، حاول تدرب عليها، لانه كل ما خدمت بها راح تلقى روحك اللي تخدم بها بطريقه اسرع. بون هذا هو اليوم كان درس اليوم على سيلكشن، والمره الجايه راح ندير فيديو جديد وصافي.